شمس الشرق، مصباح العفة، والدة مولانا البديشاه، مولاة الخاتون المعظمة. تريث أيها الوزير. يا مصباح العفة، لم يحدث أن فوجئت بقدومك علي وأنا في مجلسي، لم يحدث هذا منذ كنت وليا للعهد. هيا يا ولدي، قل إنها مفاجأة أسعدتك. إنها لابد وأن تكون كذلك. قدمت لأرى وزيرك في حضورك. الوزير طوع أمرك؟ أطال الله بقاءك لتسعد أمك بوجودك. يبدو أن الأمر غير هذا. سلي الوزير، هل هو الطوع أمري كما ذكرت؟ تكلم يا بدر الدين. مولاي، لا أحد في خوارزم، بل لا أحد في الدنيا كلها يجرؤ على مخالفة مولاتي الخاتون. فهل أمرت الخاتون وخالف الوزير؟ ماذا يا أمه؟ يخالف ما أريده من سؤدد ومجد لخوارزم. إنصافك يا مولاي، لا أرى هذا يا صاحبة العفة. قدمت لأضع المخرز في العين، قدمت لأضع المفتاح في القفل. قل لي أيها الوزير. مولاتي، يريد مولاك البديشاه أن ينفرد بالأمر في بلاده وبلاد أجداده. لا أحد يشاركه أمر البلاد باستثناء ما يضمره إخواني القبجاق من خطة الخوارزم. سمعت أيها البديشاه؟ سمعت، وأنتظر تتمة السؤال. أيها الوزير، البديشاه يسألك المشورة بحضوري والآن. هل ترى أن يبقى على ولائه لأمير المؤمنين الناصر؟ أم ترى أن يتفرد بالأمور في بلاده من دونه؟ مولاتي، حاشا للبديشاه أن ينقض عهده لأمير المؤمنين، ولمولاي البديشاه مدارك أكبر بكثير من أن يخلع ثوبا يدفئه في شدة البرد. قد اكتفيت، فدونك ووزيرك. أية مفاجأة هذه؟ لم يسبق أن اقتحمت مولاتي الخاتون مجلس مولاي البديشاه. كان ذلك من إعدادي أنا. أنت؟ أشرت عليها بأن تفعل. ولما يا تيمور مالك؟ لأي سبب؟ للقضاء على الوزير بدر الدين والخلاص منه. وكيف؟ فكرتك أنت. أنا؟ أنا سيت. ذكرني. أما سبق وقلت لي إنه من الخطورة الاعتداء على الوزير، وهذا رأيي لا أحيد عنه. إذن كان لابد من إحراج الوزير لطرح السؤال عن ولائه للبديشاه. فمن يقدر على طرح مثل هذا السؤال غير الخاتون؟ الوزير تعود الصدق وسيبدي ولاءه الأكبر لأمير المؤمنين. وتصغر قيمة الوزير في عيني البديشاه. وبكلمة منه قد يريحنا منه.
لم يسبق لي الكذب يا مولاي، أنا للشرف والصدق. ولكنك أفقدتني الحجة في الدفاع عنك يا مولاي. ولاؤك لأمير المؤمنين يعلي من قدرك ولا يضعه. ولاؤك لأمير المؤمنين يمدك بالقوة والعزة والقدرة. أي مأزق هذا الذي وضعت نفسك فيه؟ وربما كنت وضعتني فيه أنا أيضا. لو أبقيتك لخرج القبجاق عن طاعتي، ولو أقصيتك لفقدت بذلك النصوح الصادق. أشر علي يا بدر الدين. هي مشورة وحيدة ويتيمة يا مولاي وليس سواها. قل ما هي؟ أن تكون البديشاه. شفينا النفس من ألم العتاب، وإن ظفرت بنا أيدي المنايا فكم من حسرة تحت التراب. لا أحسبك تريد لي الموت كمدا. طبعا لا. إذا فسر لي ما كنت تقوله لأفهمه. ها تبتسم. إذا لابد وأنك كنت تفكر بمن تحب. أي رجاء في ليل لا ينقضي يا قرق شان؟ أما هذا فأنا أفهمه، فما علمت ليلا من دون صبح. الصبر، الصبر يا ياقوت، لو أن وصفته لي صفته لنفسك. يا رب رحمتك يا رب، يا رب. ماذا يا عليا؟ يا رب أدركي. الحال صعبة يا عبادة. صعبة؟ إنها في عسر ولا شك. ونقف وننتظر؟ إنه لا يمكنك المساعدة، فهيا إلى أم النادرون. هيا هاتها وبالعجل. أنا وأترك شلنا؟ أنا معها يا عبادة، هيا وبالعجل. أم النادرون لا شك وأنه يمكنها المساعدة. بالعجل بالعجل يا عبادة. أريد أن أقدم اقتراحا يا ياقوت. قل أيها الأمير. نحن الآن في جيلان. صحيح، ومسألة أيام ونكون في طبرستان، فما هو اقتراح؟ البحر. البحر؟ يا حاج، رغم أن للبحر مخاطرة إلا أنه المسلك الأوفر أمنا للوصول إلى جرجان. البحر. 4 أشهر ونحن نسير ببطء بعيدا عن الأعين، لو نبحر في الخزر. استمر. نصل إلى مكان شبه مجهور من شواطئ جرجان، أعرفه وأعرف المسالك من بعده. أيام ونصل إلى جرجان. لعلها فكرة صائبة. أنا لا أحب البحر يا ياقوت، ولكن يا حاج أنا لا أحب البحر.
ولكن رحلتنا يا حاج طالت بسبب الاحتراز والأمن. والبحر لا أمان له. لماذا لا نفكر في الأمر بالروية المطلوبة؟ يا رب يا رب يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من؟ بدر الدين؟ نعم يا مولانا. ما وراءك يا بدر الدين؟ بات البديشاه كالزمان يا مولانا. حلو ومر، بل صفو وكدر. أشعر بالخطر يحدق بي، وكنت قد وعدتني يا مولانا أن ترى البديشاه فهو يقبل عليك بأذنيه وفؤاده. اقعد يا بدر الدين. اسمع، ربي لك الحمد، ربي لك الحمد، ربي لك الحمد. ماذا يا عليا؟ قولي يا أختي، هل الطفل بخير؟ رزقت بمولودة يا عباد، ابن مولودة؟ نعم ما وهب الله ولله الحمد. وجل نار، اطمئن إنها بخير. مولودة، كم اشتهيت أن يكون طفلا وأسميه عسكر. Thank you.
ماذا؟ قد اخترت لها الاسم. زمرد؟ زمرد. يا جلنار، اتركي حكاية الاسم لعبادة يختاره. سيكون اسمها زمرد. اسم جارية؟ لابنتي أنا؟ حفيدة عسكر؟ هل فهمت معنى هذا يا عليا؟ الصبر، الصبر يا عبادة. لو كان المولود ولدا لاختارت له الاسم ياقوت. تحب الأرقاء وتحب أسماءهم. اسم الطفلة زمزم وكفى. عبادة، زمزم. استمع إلى ما سأقول. قولي. لن أناديها إلا بالاسم الذي أريده، زمرد. كيف حال الحاج يا قرقنشار؟ لا بأس عليه، إنه ديوار البحر ولا شك. أجل، ديوار البحر. الريح مواتية، ولكن ليس لزمن طويل. تذكرت أنك قلت لي يوما ما كل ما يتمنى المرء يدركه. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. مولاي، شيخ زاوية جرجان المباركة الشيخ عبادة الجرجاني. الشيخ. السلام عليك أيها البديشاه ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا الخضراء. هنا خلوة. حبا وكرامة. دعاءك يا شيخ جرجان. اللهم يا سامع الدعاء، يا رافع السماء، يا مخرج النبات، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، رحمتك يا رب العالمين. ثم لله التسبيح والحمد والعبادة. يا شيخ جرجان، كنت تدعو لي وكنت أحب هذا منك. يلهمك الله السداد أيها البديشاه. تبدو يا شيخ جرجان وكأنك آخذ علي. نتكلم في هذا بعد أن تتوجه وأكون معك إلى رب العالمين بركعتين على نية ما ستسمعه مني إن شاء الله. إن الله جل جلاله نصب شيئين، الأول آمر والآخر ناهٍ. الأول يأمر بالشر وهي النفس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن النفس لأمارة بالسوء. والآخر ينهى عن الشر وهي الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لذلك أيها البديشاه، من الفوز العظيم الإكثار من الصلاة. ما أحسن ما أسمع منك يا شيخ جرجان، فكيف حالك؟ حالي؟ سلني عن أحوال الناس أيها البديشاه. أسألك عن حالك أنت. تفضلك بالسؤال
يذكرني بشعر ابن الرومي: أشرب الماء إذا ما التهبت نار أحشائي كأحشاء اللهب، فأراه زائدا في حرقتي فكأن الماء للنار حطب. أي معنى لهذا؟ كلامك أيها البديشاه الطيب يشبه ذلك الماء للنار وكأنه الحطب. أيها الشيخ، إذا كان للبلد أحشاء فهي ملتهبة بنار القبجاق. إنهم قوة لنا. قوة لأنفسهم أيها البديشاه المؤيد، ولاؤك لأمير المؤمنين بيعة في عنقك وهي أمانة، فكن بصيرا بأعقاب الأمور، وكأنما يحدثك من كل أمر عواقبه. فماذا أيضا؟ الصواب. وأين تراه؟ في وحدة الأمة، والمغول على أهبة اجتياح لا يرحم، وفي الولاء لأمير المؤمنين، وفي العودة بالبلاد إلى مسارها، العودة بولاية العهد إلى الأمير محمد جلال الدين. وكأنني أرى الوزير بدر الدين طه وقد نقل إليك كل شيء. وقد فعل، سدد الله خطاه، رجل لا يبخل على مولاه بالولاء حتى على عنقه. نعم الوزير. يعينك الله أيها البديشاه ويسدد خطاك إلى ما فيه الخير. قد أصبحنا قريبين من جرجان يا حاج. أين وأين؟ بيننا وبين قصبتها فراسخ، ولكننا اختصرنا الطريق وكدنا نضيع هباء. أنا رجل لا أحب البحر. أرى أن نخلد للراحة بعض الوقت، بل تتولى أنت مسؤولية إحضار الجياد للركوب وللحمولة. الجياد لا يا معتز. كيف يا يقوت؟ لن نستعمل سوى الأقدام. ولكن يا يقوت، مخاطر الرحلة بدأت الآن يا معتز، وعلينا بلوغ قصبة جورجانا بالسلام. صدقت يا ياقوت، الخطر كبير والقبجاق في كل مكان، وأنا معكم طلبته، فالحذر الحذر. كيف صرت يا حاج؟ بخير والحمد لله، إنما لن أقوى على المسير أبدا. ومتعب أنت إلى هذه الدرجة؟ متعب للغاية. لا عليك، سنتدبر الأمر. معتز قرقنشار، أعدا محفة للحاج. محفة؟ أثقل عليهما بحملي؟ يجب أن نتقدم يا حاج، ولا أظنك تطمع بأكثر من حملك. وتريد مني أن أصدق يا ولدي؟
ولما لا يا صاحبة العفة؟ كيف لي أن أصدق قعودك هذا بصدر مطمئن إلا إذا كنت على علم بمكان ولدك محمد؟ هل أنت حقيقة تخافين على ولدي محمد يا والدتي؟ آه طبعا كل الخوف. هل يرضيك أن تعلمي مني أنه بخير؟ بخير وبعيد عن كل شر، ولكن لما لا أرى علامات السرور على وجهك لسلامة محمد؟ إنه خبر سار ولا شك، ولكن ماذا؟ معنى هذا يا ولدي أنك تعد لأمر ما يناقض ما اتفقنا عليه وأعلناه من المنادات بقطب الدين إصلاح شاه. منادات ولاية عهد، لا أحسبك أيتها الخاتون الجليلة تصدقين حقيقة أني شاه خوارزم. ولدي فأي شيء أنت؟ أنا في موقع الوالي، مجرد وال على خوارزم، ولأمير المؤمنين عزله في أي وقت. لا لا، هذا جنون. أيتها الوالدة الجليلة، تكلم تكلم ودعني أطمئن إلى رجاحة عقلك. هل لك أن تبتعدي عن شؤوني وشؤون خوارزم؟ ماذا؟ هذه إرادتي محمد. نعم إرادتي، قرار اتخذته، الكل في همس حول تدخلاتك، وأشعر بالغضاضة والتردي. بت لا أحب هذا ولا أريده. تكف يدي يا ابنتك. مع تقبيل تلك اليد حتى لا أكون الولد العاق. معتز، أما أنت يا محمد جلال الدين فستسبقنا إلى جرجان بمهمة غاية في الدقة. الذي تريده. هيا. الوقت لم يفوت بعد يا بدر الدين. الوقت؟ عن أي وقت تتحدث أيها القائد؟ عن الوقت الذي يمكنك معه الفوز. وهل تراني خاسرا؟ الزمان يومان كما تعلم. الزمان للرجل الشريف يوم واحد بوجه واحد، الوفاء، الصدق، الإخلاص، النبل، فكف عن محاولاتك هذه يا تيمور مالك. أيها الصفيق الملحاح، كيف وصلت إلى هنا؟ اذهب من هنا ولا تدعني أراك مرة ثانية. اذهب. من هذا الصفيق أيها الوزير؟ رجل ملحاح يريد العودة عن بيع أرض لجاره. تصور، يصل به الأمر إلى مراجعتي من دون القاضي. أخيراً وصلنا، انتهت رحلة التعب وبدأت رحلة المتاعب يا ياقوت.
المرة الأولى أراك توجس خيفة يا حاج، لأن الأوضاع في خوارزم مختلفة تماماً عما كانت عليه في أذربيجان وإقليم الجبال. يريد الله بنا أمره، لا إله إلا الله. بأمان الله أيها القائد. الأمير محمد، أية مفاجأة هذه، كادت أنفاسي أن تتقطع. ومن كان يتوقع أن تيمور مالك يكون لديه؟ الحديد ساخن أيها الأمير، الخطر في كل مكان، حتى أنا يتوعدونني. ربما عدت الآن ومعي تباشير الفرح. إلي بالأخبار السارة. وقعدت دون أن تحرك ساكنا؟ تركته بسلام وأنت تدرك أنه الأمير محمد؟ تم الأمر بسرعة خاطفة يا مولاتي، أغلق الوزير الباب بسرعة البرق وعاد إلي ليدعي أن الطارق مجرد رجل ملحاح. الأمير هنا إذن؟ على المؤكد يا مولاتي. يجب العثور عليه، يجب العثور عليه. اتخذت كل ما لدي من تدابير يا مولاتي. أريد لك الفوز هذه المرة يا قائد القبجاق. دعائك يا مولاتي. بالتوفيق. أخبار سارة ولا شك، الحمد لله أننا في بال أمير المؤمنين وفي خاطره، بل في صميم اهتمامه. اسمع أيها الأمير، هل تعرف زاوية الجرجاني؟ طبعا، ومن لا يعرفها؟ تعود إلى ياقوت وصحبه بالحذر الذي قدمت فيه، وتنتظر ظلام الليل، ثم تأتي إلى زاوية الجرجاني فتجدني هناك بانتظاركم. وهو كذلك. موفد لأمير المؤمنين، واسمه ياقوت يا جرجاني. ياقوت، ياقوت اسمه الحقيقي على ما ذكره لي الأمير محمد عبد الله بن عبد الله شهاب، وياقوت اسم اشتهار. المهم أنه من قبل أمير المؤمنين، ويتكلم باسم أمير المؤمنين، ويده مطلقة في كل شيء. ومع ذلك، هل تظن أن البديشاه مستعد للإصغاء إليه؟ يجب أن يفعل، وإلا. وإلا ماذا؟ الأمر الذي لا بد منه، الإبقاء على انتمائنا لأمير المؤمنين وإقامة وال مكانه. مكان البديشاه؟ ولم لا يا شيخ، ولم لا؟ ألا ترى معي أنه مجرد عامل لأمير المؤمنين على خوارزم، وأنه تجاوزا أطلق على نفسه لقب البديشاه؟ إذن ننتظر وصول ياقوت. لا يا ياقوت، هذه المرة لن تتركني من دونك، سأكون معك. يا حاج، لا بد من ذلك، أتوق إلى رؤية الشيخ الجرجاني، أراه بعد أن سمعت به. أعرف مسالك آمنة نصل معها إلى الزاوية. أفلت الأمير مرة ثانية إذن. لست أدري كيف يحصل هذا، تعودت من رجالنا عدم التهاون. يا ابن صالح. مولاتي، سمعت ما دار من حديث؟ أجل سمعت. الأمير محمد ظهر ولا شك، وهو هنا في جرجان، وربما هو هنا بمعرفة والده. ربما. وربما يجري الإعداد لما نكره. لا ظل رأيك يا مولاتي،
نضرب ضربتنا إذا. نضرب؟ وبحركة مفاجئة. مولاتي. لا لن تمتد يد أحد بالأذية إلى ولد البديشاه. إذا الحجر عليه، والمناداة بقطب الدين إصلاح شاه، وبالوصية عليه أنا. فمتى؟ بعد منتصف الليل. كلمة لابد أن أقولها يا ياقوت. إننا نصغي إليك. لوضع الأمور في نصابها يجب الاعتراف بأن أوزبك والبادشا وحاكم خوزستان وحاكم خراسان إنما هم في الواقع ولاة من قبل أمير المؤمنين، ليس أكثر. صدقت أيها الأمير، كل واحد منهم عامل على منطقته. حتى الوزير ينادى عليه بالوزير من باب التجمل والزينة، ليس إلا. ولأمير المؤمنين التثبيت والعزل. إذن تعود الأمور إلى نصابها، ويعلن الكبير والصغير ولاءهما لأمير المؤمنين، ومن ثم إعداد العدة لتصدي زحف المغول. أيها الشاب النبيل، حياك الله يا ياقوت. من الساعة ستعرف باسم محمد علاء الدين. علاء الدين؟ ماذا؟ من أين لك العلم بالحكاية وقد تخططها سنون طويلة؟ اسم الحقيقي محمد علاء الدين، أما جلال الدين فهو الاسم الذي اختارته لي جدتي الخاتون. إذا ستعود لاسمك القديم، وسيعينك الله على إعلاء كلمة الدين. وأنا؟ أنت؟ ماذا عنك يا قرقوشار؟ هل من طريقة لتغيير اسمي؟ نعم، سمني. أنت؟ أنت قرقوشار عبد التواب. عبد التواب. أي نكد هذا؟ نحمد الله أنهما تمكنا من الإفلات يا مولاتي. تمكنا من الإفلات وما الفائدة؟ يا مولاتي انظر، انظر إلى هذين، الخيبة والغباء على وجه كل منهما، ويح لكم. يا مولاتي، يا مولاتي، سبقهما البادشاه للاحتراز. إذن تخلص منهما. أمر مولاتي. الرحمة يا مولاتي. مولاتي. الرحمة يا مولاتي. مولاتي. الرحمة يا مولاتي. الرحمة يا مولاتي. الرحمة يا مولاتي. تمكن الشقيان من الاختفاء. لم يكن معهما سلاح يا مولاي، مجرد حبل. إذن كانت الخطة احتجازي. لي رأي يا مولاي. السبب الوحيد الذي تمكن معه الشقيان من الإفلات هو أنهما مألوفان من الحرس ويعرفان المداخل والمخارج. صدقت يا جبران، فأية مؤامرة هذه؟ ولكن كيف لي أن أعرف ذلك المخلص الذي أرسل الرقعة ينذرني بما سيحصل؟ هو واحد من المخلصين لك يا مولاي، اطلع على المؤامرة ولا يريد افتضاح أمره، وحسنا فعل. اسمع مولاي، أريد لهذا الخبر أن ينتشر ذكره بين جموع الناس في الغد، هل تفهم؟ يتم ذلك إن شاء الله. أريد العامة والخاصة أن يعلموا به. سمعا وطاعة يا مولاي.
انصرف. تمهل يا ابن صالح. مولاتي، بقي أمر لم نجد له التفسير الملائم يا ابن صالح. وما ذلك يا مولاتي؟ لماذا يأخذ البديشاه حذره ويضع خادمه في سريره؟ رأيك يا ابن صالح؟ إنه لابد من وجود خائن. فمن الخائن يا ناظر خاصتي؟ مولاتي، من الخائن؟ كنت أنا؟ تيمور؟ أنت؟ هاشك؟ وبركاد؟ وداكون؟ فمن منهم؟ خادمك لا يدري يا مولاتي. لا يدري. اذهب إلى النوم يا ابن صالح، فالصباح رباح. من استطاع أن يمنع نفسه من أربع خصال فهو خليق ألا ينزل به مكره. نعم نعم، اللجاج والعجلة والتواني والعجب، فثمرة اللجاج الحيرة، وثمرة العجلة الندامة، وثمرة التواني الذلة، وثمرة العجب البغض. وبعد قول هذا الكلام لموفد أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ياقوت عبد الله بن عبد الله شهاب. بارك الله فيك يا شيخ جرجان، بارك الله فيك. إنما سمعناه منك لا يعجز اللسان عن الإتيان بمثله. إنما كنت أتكلم عن ضرورة الإسراع في حسم الأمور. لي رأي أريد أن أقوله. إننا نسمعك أيها الأمير. اثنان لابد من وضع اليد عليهما قبل اللجوء إلى البديشاه لنصرته، وهما ابن صالح ناظر خاصة جدتي، وتيمور مالك قائد القبجاق، وكل منهما بمثابة يد من يدي جدتي الخاتون. صدقت أيها الأمير، صدقت. سنرى في ذلك إن شاء الله. ريح لامرئ خلع عنه ثيابه ثم قعد يشتكي الأرض. يا أمي، الخاتون وراء كل ما حدث. أمي وأرادت احتجازي. الصباح رباح. أنا؟ ومن لها سواك يا قرقنشار؟ ترسلني في مهمة قد لا أعد منها حيا. لا أجد للمهمة سواك يا قرقنشار. ولكن يا قرقنشار يجب أن تفعل، فإن عدت بالفوز والفلاح فأنت البطل، وإن أعلم سأكون البطل أيضا. هو الفوز إذن على أي وجه أتى؟
تريدني المهمة إذن؟ وبيلح دعاءك يا شيخ جرجان. بأمان الله. دعاءك يا حاج منذر. بالفوز المبين إن شاء الله. قف أيها الفتى. سمعا وطاعة أيها القائد المظفر. طلبت منهم إيقاظي من نومي، فمن أنت؟ قرق شار. أي اسم هذا؟ اسمي. يقول رئيس الحرس إن وراءك ما يهمني. نعم هذا صحيح. فمن تكون على وجه التحقيق؟ قاطع طريق، لص، عداء، وقد يراني بعضهم صفوة لكل أوباش خوارزم. لا أنصح بهذا. لماذا لا تسألني عما جاء بي إليك؟ تكلم. عندي ما أبيع. مسروقات؟ فماذا؟ الأمير محمد بن محمد بن تكش. الأمير؟ بالذات. أين تركته؟ سري ولن أبوح به لأحد. فكم تدفع للإمساك به؟ 100 دينار وعفو خاص ورتبة تمنحك إياها مولاتي الخاتون. فكم تريد؟ 1000 دينار ويحك. الألف لا تطاله يد أكبر التجار في خوارزم. أريد 1000 دينار موافق. أين الأمير؟ تأتي معي لتتسلم. أيها اللص الحقير، من وصفني لديك بالغباء والسذاجة؟